بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. إخواني الكرام، ابتداء من يوم الخميس 29 فبراير 2024، فبالليل حمد هناك منخفض جوي كبير قادم من المملكة. سنعطيكم المناطق المعنية وتوقيت دخول هذا المنخفض إن شاء الله، نسأل الله الثبات إخواني الكرام. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الأعزاء، فإذا كنت تشاهدني لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. بالنسبة لتوقعات يوم غد إخواني الكرام، فيتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قلة سحب في معظم مناطق المملكة. أما بالنسبة ليوم الجمعة إخواني الكرام، فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا توقيت دخول هذا المنخفض الجوي الأطلسي الكبير وكذلك المناطق المعنية. خلال يوم السبت إخواني الكرام، يتوقع أن تكون كذلك الأجواء ما زالت مستقرة إلى قلة السحب. يوم الأحد إن شاء الله يتوقع دخول بعض التساقطات المطرية أقصى شمال المملكة، تبقى أمطار ضعيفة على طنجة وكذلك العرائش ضعيفة محليا. بالنسبة كذلك لتوقعات الأيام القادمة، كذلك إن شاء الله يوم الاثنين 4 مارس، يتوقع إن شاء الله كذلك استمرار أجواء الصافية إلى قلة السحب مع احتمال دخول منخفض جوي كبير إلى المملكة خلال الأيام القادمة. سنعطيكم المناطق المعنية بالتفصيل في هذا الفيديو المفصل لدخول هذا المنخفض الجوي الكبير إلى المملكة إخواني الكرام. بالنسبة لتوقعات كذلك يوم الخميس، فيتوقع إخواني الكرام اقتراب جبهة ممطرة، فقط هذه مجرد بداية، وخلال الأيام القادمة ستدخل أمطار اضطرابات جوية عاصفية وغزيرة. يوم الجمعة احتمال دخول بعض التساقطات المطرية الضعيفة والمتفرقة أقصى شمال المملكة والمرتفعات الريف وكذلك المناطق الغربية، تبقى أمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة على حسيمة وباب برد والمناطق المجاورة. خلال الأيام القادمة يتوقع دخول نزول منخفض جوي أطلسي محمل بأمطار عاصفية وعزيرة جدا إخواني الكرام، فالمرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا المناطق المعنية بالتفصيل. تساقطات مطرية غزيرة وقوية إن شاء الله وعاصفية بداية من 10 مارس، ويتوقع إخواني الكرام مع مرور الساعات إخواني الكرام أن يمتد هذا المنخفض الجوي إن شاء الله لعدة مناطق من المملكة كما تشاهدون في آخر التحديثات التي صدرت من النماذج الطقس العالمية. إخواني الكرام، منخفض جوي جد غزير ومعتبر سوف تمتد هذه التساقطات المطرية وتصل حتى المناطق الوسطى بن قرير وكذلك خريبكة وبني ملال وخنيفرة. تساقطات مطرية حاضرة الدار البيضاء والجديدة والرباط، القصر الكبير وطنجة، تطوان أصيلة والعرائش إن شاء الله تساقطات معتبرة وغزيرة على قلعة السراغنة وكذلك البروج إن شاء الله واليوسفية وسيدي بنور، كذلك مراكش أقل الزراغنة وأمطار قوية على من تانوت والصويرة وآسفي وأكادير وتفركات وأيتباها وتارودانش وأيغرم، أمطار حاضرة على تيزنيت وسيتي إفني وقلميم وطنطان وأفركات. تساقطات مطرية عاصفية وقوية إن شاء الله سوف تشهدها عدة مناطق وعدة أقاليم. بالنسبة كذلك مع مرور الساعات إخواني الكرام، سوف يمتد هذا المنخفض الجوي لعدة مناطق أخرى من المملكة إن شاء الله، والمناطق المعنية إخواني الكرام فهي كالتالي: اضطرابات جوية عاصفية وقوية إن شاء الله الحسيمة وإيساق شفشاون وتطوان وكذلك طنجة وأصيلة العرائش والقصر الكبير للميمونة، وأمطار قوية على سيدي قاسم وأمطار متواصلة على القنيطر والرباط والخميسات، كذلك الحاجب ومكناس وإفران الرمالي والماس وأزر وإفران، وأمطار متواصلة بقوة على أهل الرباط والصخيرات دار البيضاء وسكورة برشيد القارة وسطات بسليمان وكذلك واتزم الرماني وكذلك قلعة مكونة بن ملال وتونفيت وإملشيل قناة الزراغنة وكذلك سطات، أمطار حاضرة على أزيلال وأمطار قوية على ورزازات وكذلك مراكش إن شاء الله وإملشيل وشيشاوة إمتانوت صويرة وآسفي واليوسفية، وتساقطات قوية على سيدي بنور والجديدة وتساقطات قوية على سوس إن شاء الله، كذلك على أكادير وتارودانش وإيتباها وبلفاع وتيزنيت إن شاء الله وكذلك القلميم إن شاء الله وسيدي إفني، وقد تصل حتى طنطان هذه الاضطرابات الجوية العاصفية والغزيرة بدخول هذا المنخفض الجوي سيمتد إلى عدة أيام إخواني الكرام. مع مرور الساعات سوف تصل هذه الأمطار حتى المناطق الشرقية، نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. اضطرابات جوية حاضرة على وجدة وكذلك جرادة، تساقطات على توريت وأمطار متواصلة على الحاس كرمداز وكذلك إفران بولمان والحاجب، وأمطار معتبرة وقوية على سيدي إفني وزايدة إن شاء الله، تساقطات حاضرة قلة مقون بن ملال وأمطار حاضرة على الأزيلال وتباين، تساقطات مطرية على بن قرير والبروج، كذلك تساقطت على اليوسفية آسفي وسيدي بنور والجديد الدار البيضاء بوسكورة والمحمدية وكذلك الرباط سلا
والصخيرات والقنيطرة وطنجة للميمونة ووزان وقصر كبير وطنجة وتطوان، وكذلك شفشاون، اضطرابات جوية وأمطار عاصفية قوية متواصلة على أكادير إن شاء الله، وكذلك تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني بحول الله. فيتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة إخواني الكرام لعدة أيام مشاهدينا الكرام كما تشاهدون بآخر تحديث الذي صدر قبل قليل. إخواني الكرام أمطار متواصلة إن شاء الله بعد الزوال من يوم الأحد كما تشاهدون إخواني الكرام، مع احتمال استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله، والمناطق المعنية كذلك بعد زوال يوم الأحد فهي إن شاء الله 10 مارس فهي طنجة وتطوان أصيلة العرائش الشفشاون والقصر كبير، كذلك قرية أبو محمد وتاونات وسيدي قاسم القنيطرة مكناس فاس والخميسات، وكذلك الحاجب أمطار حاضرة للرماني والماس أزر وسكورة مداز، وكذلك الرباط القصيرات بسليمان وبسكورة، وكذلك برشيد القارصات والدار البيضاء والجديدة واتزم وقلعة سرغنة سيدي بنور بن ملال إملشيل نيفرا، وكذلك تيرونانت، وأمطار حاضرة على أزيلات تساقطات مطرية عاصفية وقوية متواصلة على المملكة إن شاء الله خلال الأيام القادمة بتساقطات مهمة وأمطار عاصفية قوية. إخواني الكرام سوف تشهد عدة مناطق وعدة أقاليم. بالنسبة كذلك مع مرور الساعات إخواني الكرام في الفترة الليلية يتوقع استمرار الأمطار العاصفية والقوية بحول الله على عدة مدن إن شاء الله، كذلك بداية من الفترة الليلية من يوم الأحد. والمناطق المعنية مشاهدينا الكرام فهي تطوان، طنجة، أصيلة، وشفشاون، القصر كبير، والعرائش، للميمونة، ووزان، إيساقن، وتاونات، كذلك القنيطرة، وسيدي سليمان، سيدي علي التازي، والخميسات، والصخيرات، الرباط، والماس، آزر، وكذلك إفران، وكذلك خنيفرة، سيدي بنور، واتزم وقلعة مقونة، وكذلك قصب التاد لسطات، برشيد القارة، بوسكورة، الدار البيضاء، بن سليمان، والرماني، وكذلك الجديدة، سيدي كذلك الأمطار حاضرة على أسفي واليوسفية، واضطرابات جوية على أصوير إن شاء الله، وكذلك أمطار معتبرة على السوس بحول الله. ويتوقع هذا المنخفض أن يستمر لعدة أيام في الفترة الصباحية من يوم كذلك الاثنين إن شاء الله 11 مارس إن شاء الله، يتوقع استمرار الأمطار الخير على عدة مناطق وعدة أقاليم من المملكة، ولله الحمد بدخول هذا المنخفض القوي جدا سيعطي أمطار عاصفية وغزيرة، أمطار حاضرة على طنجة وتطوان، وكذلك أصيل العرائش وشفشاون والقصر الكبير وزان، وكذلك أمطار قوية على قرية أبو محمد والقنيطرة والرباط الخميسات مكناس وفاس، وكذلك تاونات كنول وإيساقن والدريوش وتطوان وبركان ووجدة، أمطار إن شاء الله متواصلة سكور متاز، وكذلك أزرو والماس الرماني الخميسات الرباط الدار البيضاء بوسكورة، وكذلك برشيد وسطات، وكذلك قصب التادلة إن شاء الله بن ملال عتاتاب قلعة سرغنة أزيلال بن قرير اليوسفية سيدي بوعشمان سيدي إسماعيل، وكذلك أمطار قوية حاضرة على شيشوة ومراكش بحول الله، اضطرابات جوية عاصفية. ويتوقع امتداد هذا المنخفض الجوي سوف يستمر لعدة أيام مشاهدينا الكرام كما تشاهدون في آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية للرصد الجوي، منخفض جوي إن شاء الله سوف يستمر كما تشاهدون إخواني الكرام بدخوله كذلك إن شاء الله بشكل أفضل، كذلك يوم الاثنين سوف يمتد هذه الاضطرابات الجوية على عدة مناطق من المملكة والمناطق المعنية طنجة وتطوان أصيلة وشفشة واللميمون استعلال التازي وزان، وأمطار حاضر على الرباط الدار البيضاء، وكذلك بوسكورة والجديدة إن شاء الله، وأمطار قوية على أنسفي واضطرابات جوية عاصفية قوية إن شاء الله بدخول هذا المنخفض الجوي المحمل بالأمطار العاصفية والقوية، إخواني الكرام مصحوبة مع رياح قوية جدا لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية تشير لدخول هذا المنخفض الذي سوف يستمر إن شاء الله لعدة أيام بحول الله. والمناطق المعنية إخواني الكرام فهي الدريوش، الحسيمة، أكنول، وإيساقن، تطوان، طنجة، أصيل، الفنادق، المضيق، والقنيطرة، القصر كبير، للميمونة، كذلك مشرب القصير، قرية أبو محمد، سيدي قاسم، وزان، وفاس، وتالة، وكذلك سكورة مداز، وطات الحاج، وميسور، وكذلك بولمان، أزر، وإفران، وكذلك خنيفرة، وزايدة، والحاجب إن شاء الله، وقصب التادلة إن شاء الله بن ملال، والبروج، واتزم، وتونات، أمطار متواصلة، الدار البيضاء، والصخيرات، وكذلك القنيطرة، والرباط، اضطرابات جوية مهمة على الجديدة، وسيدي بن نور، الوالدية، وأسفي، وكذلك شيشاوة، وأكادير إن شاء الله، وأقلميم، وطنطان، تساقطات مطرية، وتغيير معجزة، ولله الحمد بدخول هذا المنخفض الجوي المهم جدا إن شاء الله في 10 من شهر مارس إن شاء الله، وسوف يمتد لعدة أيام إن شاء الله بحول الله.
صلوا التبات لهذه الخيرات، طقس كبير وخير كبير قادم إلى المغرب إن شاء الله، ستصل هذه الأمطار حتى سوس إن شاء الله بدخول هذا المنخفض الجوي المهم كما تشاهدون إخواني الكرام، حتى المناطق الميم وكذلك أكادير كما تشاهدون وتيزنيت وسدي إفني وأيت عتاب كذلك، وأمطار متواصلة لتلوين وأيتبا وشيشاوة ومراكش، تساقطات مطرية عاصفية على الصويرة وكذلك قلعة سرغنة وأيتبا وكذلك اليوسفية سدي بنور والبروج وادزم وكذلك قلعة بتاد لبني ملال سطات الدار البيضاء والجديدة. حالة الطقس بالمغرب ممطرة خلال شهر مارس إن شاء الله على القنيطرة سيدي أبو عثمان مسرى بالقصير قرية أبو محمد وكذلك لاله ميمونة، أمطار حاضرة على شفشاون تطوان وطنجة أصيلة وإيساقن إن شاء الله بدخول هذا المنخفض الجوي خلال إن شاء الله سيبدأ تأثيره ابتداء من يوم السبت في الفترة الليلية وسوف يستمر ليوم الأحد.